بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله هنكمل معكم في الإلكترولايت، واللي هنبتدي في الفوسفات وهو من آخر موضوعاتنا. الفوسفات هو إليمنتس موجود في كل الليفينج سيل. أي خلية حية لازم تكون بتحتوي على الفوسفات. ليش الفوسفات؟ لأنه الفوسفات بيساهم في كتير من العمليات الحيوية في الخلية، منها إنه مهم جدا في الـ ATP اللي هو الأدينوسين تراي فوسفات، واللي هي سورس تعتبر ستورج للطاقة. الكرياتين فوسفات وهو برضو ستورج للطاقة ولكن في المسلز. الفسفو إنيل بيروفيت رياكشن تحتوي وهو مهم جدا في الكريبس سايكل اللي مرت علينا هاي، مهم جدا في الريليزنج للأكسجين من الهيموجلوبين عشان تم عملية بيحتاج للي هو بعض المركبات زي 2-3 داي فوسفو جليسيريت. الفوسفات كمان بيدخل في تركيبة الـ DNA والـ RNA عشان يكون لي الكومبلكس تبع الفوسفوداي ستار بوند في الـ DNA والـ RNA، مهم جدا. عشان هيك الفوسفات مهم جدا. كمان طبعا الكونسنتريشن لكل الفوسفات كومباوند اللي موجودة في البلد تقريبا 12 ملي جرام لكل ديسيلتر. أغلب هذه الفوسفات هو بيكون أورجانيك فوسفات، ولكن في فقط من 3-4 ملي جرام لكل ديسيلتر بيكون إن أورجانيك فوسفات. عزيز الله أكبر. طبعا الفوسفات هو بيكون انتراسوليولار أنيون، وبيكون إكسترا، وهذا الانتراسوليولار أنيون تركيزه بيختلف وبيعتمد على نوع الخلايا، يعني من خلية لخلية مختلف حسب إيش هذه الخلية أو كيف الكونسنتريشن بده يكون فيها. طبعا الأقل من 1% هو الأكتف بيكون في البلازما أو في السيرم. طبعا عملية الريجوليشن للفوسفات في البلاد بيتم عن طريق انه في جزء بصير absorption عن طريق الانتستاين من الاكل اللي احنا هو مصدر الاكل، في جزء بصير له ريليز من الخلايا على البلد، وفي جزء بيتم الفقد بيفقده الجسم من البول. طبعا في الهيلتي انديفيديوال او الاشخاص الاصحاء كل بروسيسنج هذه دائما بتكون ثابته، عشان هيك الكونستنت تبعه بيتم ثابت بتم الريجوليشن. اما انه عن طريق الرينال بتم اكسكريشن للزيادة من الفوسفات في البلد، أو بصير ري أبسوربشن إذا زاد الفوسفات في إذا قل الفوسفات في البلد، فبصير عملية ري أبسوربشن للفوسفات. عملية الريجوليشن بتتأثر بفاكتور عاملين مهمين اللي هو الفيتامين دي والباراثيرويد هرمون. فيتامين دي حكينا عنه قبل هيك انه بيزود من الابسوربشن للكالسيوم، وهنا كمان بيزود الابسوربشن للفوسفات لانهم الاثنين مع بعض بيساهموا في تكوين البون، فهو بيزود الابسوربشن للفوسفات من الانتستاين، وكمان بيعمل ري ابسوربشن للفوسفات من الكدني. اما الباراثيرويد هرمون فبيشتغل عكسهم، انه بيقلل البلد كونسنتريشن عن طريق انه بيزود الاكسكريشن للفوسفات. الكلينيكال ابلكيشن في عندنا الهايبوفوسفاتيميا اللي هو نقص مستوى الفوسفات، اما طبعا في حاله الانترا سيلولار شيفت انه يصير في سحب للفوسفات لداخل الخلايا. هايبر باراثيرويديزم لانه الباراثيرويد قلنا ايش بيزود الاكسكريشن وبالتالي حينزل مستوى الفوسفات في البلد. رينال تبيولار ديفكت. الهايبر فوسفاتيميا انه زياده للانتيك، انك بتاخذ مواد بتحتوي على فوسفات كتير، او ديكريز في الاكسكريشن انه الكليه ما بتتخلص من الفوسفات فحيزيد في البلد، او في سيلايسز لانه موجود في الخلايا بتركيز اعلى فبالتالي اللايسز للخلايا حيزود من الكونسنتريشن للفوسفات. تمام. هنيجي لا اللي هو الانايون جاب. الانايون جاب ايش الانايون جاب؟ طبعا في الجسم الفلويد لازم او الووتر لازم تكون الكومبارتمنت تبعتها او المكونات دائما تكون في حاله الكترونيوتراليتي، يعني تعادل في الشحنات او التشارج. الانايون بيساوي الكاتايون طبعا، وهذا في الروتين ميجرمنت. احنا في الروتين اللي بنقيسه احنا بنقيس صوديوم بوتاسيوم كلورايد بايكربونات، مش كل الالكترولايت اللي احنا اخذناها بنقيسها، لا الروتين هاي اللي بنقيسه. طيب في الكترولايت تانية ما بنقيسها وممكن نلاقي فيها خلل ما بتنقاس في الروتين، فكيف بدنا نكتشفها؟
عن طريق الانايون جاب. الانايون جاب هو الفرق, the difference between unmeasured anion and unmeasured cation, يعني الفرق بين اللي ما بينقاس من الكاتيون والانايون والانايون, وبنجيبه بالمعادله او بندلل عليه بالمعادله اللي هو الانايون جاب بتساوي صوديوم زائد بوتاسيوم ناقص كلورايد زائد بيكربونيت, اللي هو الانميجرد انايون ناقص الانميجرد كاتيون. طبعا هذا البالانس لازم يكون فيه بالانس لهم. ليش؟ لانه الصوديوم والبوتاسيوم هذول كاتيون زائد الأذر كاتيون بيساوي الكلورايد زائد البيكربونات زائد الأذر أيون, ونحن قلنا كلهم لازم يساوي سواء اللي إحنا قسناهم زائد الأذر وبيساوي الكلورايد اللي أنت قسته والبيكربونات اللي قسته من الأنيون زائد الأذر, مزبوط ولا لا؟ فكيف بدنا نجيب الفرق؟ فتعال ننقل أنت بتقيسهم في اتجاه ولي ما بتقيسهم في اتجاه, زائد صوديوم زائد بوتاسيوم ناقص كلورايد زائد بيكربونات, انقلهم هين حيساوي الأذر أنايون ناقص الأذر كاتيون, وهي اللي بنسميها الأنايون جاب. طبعا الأنميجرد كاتيون تقريبا بيكونوا تقريبا 7 ملي مول لكل لتر, وهي بتشتمل على الكالسيوم والمغنيسيوم والأذر مينيرال. الأنميجرد أنايون 24 ملي مول لكل لتر, وهي بتشتمل على البروتين لايك ألبومين والفوسفات والسلفات. طبعا غالبا هو بيكون الانميجرد انايون اكثر من الانميجرد كاتيون, عشان هيك الانايون جاب الايكويشن تبعتها اعلى من الزيرو, لانهم لو انهم بيساووا بعض كان بتساوي المعادله زيرو, لكن لانه الانميجرد انايون اعلى فهي اكثر من الزيرو, فبالتالي الريفرنس تبعها من 10 ل 20 ملي مول. متى بنلاحظ الانميجرد؟ ايش الكلينيكال يوزز للانايون جاب؟ طبعا بنلاحظ انه بيزيد الانايون جاب في بعض الحالات واسبابها, زي حالات اليوريميا, اليوريميا اللي هو ارتفاع اليوريا في البلد, في حالات الرينال فيلير. ليش؟ لانه فيها بتؤدي الى زياده الفوسفات والصلفات, بيصير ريتنشن لهم فبيزيد في البلد, وبالتالي بيزيد الانايون جاب لانه بيعمل انايون, بيزيد الانايون. في حاله الكيتو اسيدوسز, كيتو اسيدوسز عرفنا هذه حاله بتصير في حالات الستارفيشن وحالات الديابيتس, فبزيد فيها الانايون جاب. كمان في حاله الميثانول والايثانول بويزنينج, يعني الناس اللي بيشربوا كحوليات او التسمم بالميثانول, او في حالات اللي هو الانسترومنت ايرور, يعني في عندك خلل في الاجهزه او ايرور في الاجهزه, برضو بالديني الانايون جاب بزيد. متى بيقل الانايون جاب؟ طبعا هو نادرا ما نلاحظ انه بيقل الانايون جاب, ولكن ممكن نلاحظه في حاله الهايبو البومينيميا, النقص مستوى الالبومين, لانه بيزيد بيقل الانميجرد انايون. وفي حاله السيفير هايبر كالسيميا في لانه بيزيد فيها الكاتيون. هيك بنكون احنا خلصنا الالكترولايت, والله يعطيكم العافيه, وحنكتفي لعند هنا ان شاء الله في موضوعاتنا.